حياكم الله. تبقى إمارة الشارقة دائما وأبدا حاضنة للتراث العربي والإسلامي عبر إنشائها العديد من المتاحف المتخصصة ومراكز الفنون والأدب ومعاهد التعليم والمكتبات الجامعية والمراكز البحثية التي تحتفظ بأنفس المخطوطات والوثائق التي تبهر زوارها بدورها في صون المخزون التراثي والحضاري. وهذا يعكس حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وعنايته بالتراث الثقافي والإسلامي والحضاري، وجعل الشارقة حاضنة لكافة العلوم الإسلامية والحضارية وكافة جوانبها، ما جعلها محط إبهار لزائريها. وفي أمسيتنا الليلة نستضيف ضيف خاص هو أحد المهتمين بعلوم وحضارة العرب والمسلمين، مؤسس المكتبة المتخصصة بنوادر الكتب أرس بالولايات المتحدة عام 1976، والتي تمتلك أكبر مخزون في أمريكا من الكتب النادرة، بالإضافة إلى الكتب المرجعية ذات الأهمية التاريخية والفنية والبحثية الخاصة من كبار العلماء في مجالات تاريخ الفن والأثار والهندسة المعمارية والتصميم. نرحب بضيفنا اليوم وضيف الشارقة الدكتور إلمر سايبل، مؤسس المكتبات الخاصة للعلوم والفنون الجميلة والحضارة الإسلامية. Welcome to Sharjah, دكتور. Thank you. حياك الله في الشارقة. Thank you. خليني أبدأ يعني دكتور بسؤال. أمضيت حوالي 45 عاما في مجال البحث وجمع أمهات الكتب وجمع الصور النادرة المتخصصة في مختلف الحضارات والعلوم وبالذات الفنون. اليوم إلى أي مدى تعتبر نفسك ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على الموروث أو جزء كبير من الموروث الحضاري للبشرية أو للإنسانية؟ Thank you. Thank you for inviting me. شكرا لبداية لدعوتي هنا، وأتيت للولايات في البداية وأتيت للولايات المتحدة بدعوة من أخي بروفيسور في الفسيولوجيا في 1970. في الحقيقة في 1970 تأسيس هذه الفكرة، فكرة شركتي، كان أمرا مهما لي، لأنها كانت في آخر لحظة في الولايات المتحدة، وحيث كان لدينا جيل كامل من الأوروبيين المهاجرين من ذوي الفكر العلمي، وبالتالي ما سمح لنا لنشر أفكارنا في الولايات المتحدة، فبالتالي كانت الجامعات الأمريكية حاضنا لهذه الأفكار، وقدومي كألماني إلى أمريكا كان أمرا حساسا جدا في تلك الفترة، وكنت محظوظا في الحقيقة لبدئي، وأصبحت صديقا للعديد من الفلسفيين في الولايات المتحدة في ذلك الوقت الذين أيضا قدموا من أوروبا، وهو أيضا كان هذا الشخص البروفيسور في الفلسفة ترجمة لنيتشه. وفي 1972 انتقلت إلى ماساتشوستس، وفي 1973 تم عرض علي منصب لأنني كنت في مركز لغات محدد متخصص في العديد من اللغات، وكان هنالك زميل مهاجر من النمسا في ذلك الوقت سيد كراوس، وكان شخص له تأثير على العالم في تلك الفترة وعلى الشركة، وقام بتطوير وكان يعمل في تطوير المكتبات لثلاث سنوات. وفي 1976 انتقلت إلى بوسطن بشكل أساسي بسبب لقربها من هارفارد، وكانت مدينة أصغر من نيويورك، وبدأت العمل وأنشأت هذه الشركة. وفي البداية في بدايتها كانت هي شركة صغيرة، ولكن في 1980 تم تقديمي لهيرب ويليامز، وكانت أول مرة، وهو المدير التنفيذي لما بإمكاننا أن نقول أنه من أصحاب أكبر المؤسسات في الفنون حول العالم. And he approached me in 1980. قدم لي لكي explore the idea of يكتشف أكثر الأفكار حول بناء أكبر مكتبة فنون في العالم.
وبالنسبة لي كنت شابا في ذلك الوقت وكانت لدي خبرة قليلة، لذا أمضيت نصف سنة في اكتشاف. ما الذي يعني أن نؤسس مثل هذه المكتبة؟ وثانيا ما الذي سيكون محتوى هذه المكتبات؟ فبالتالي أمضيت نصف سنة أجوب العالم، أنظر، أستكشف المكاتب التاريخية، مكاتب كان عمرها 100 و200 سنة، مثل مكتبة فيكتوريا، متحف مكتبة فيكتوريا، وفي ميونخ أيضا الأبحاث والمؤسسات ومراكز الأبحاث حول العالم. الأمر هذا ساعدني على بناء وتأسيس الشركة، وفي ذلك الوقت وصلت إلى خلاصة بأن جميع المكاتب الرائعة حول العالم في الأساس تأسست بناء على المحتوى وعن دمج هذه المكاتب التي تحتوي على أبحاث كثيرة وعظيمة. وعلى مدى 13 سنة التالية من الأبحاث، وهي الآن معروفة ومعروفة بشكل واسع في العالم، ويوجد بها أكثر من 650 كتابا أو مجلدا. فالمنهجية في الأساس كانت السفر حول العالم، التواصل مع العديد من المثقفين والدكاترة والأساتذة حول العالم للتعلم منهم، ورؤية إذا ما كان بالإمكان تأسيس مثل هذه المكتبة. وفي ذلك الوقت كان اهتمامنا في الفنون التاريخية حتى العصور الوسطى وحتى القرن 20 والفنون الإسلامية، الفنون العالمية، والآن هي فعلا الأكبر أو أكبر مكتبة بحثية في العالم، وتحتوي على أبحاث وأمور هندسية وهي مهمة جدا. وأنا ممتن جدا للعب دورا مهما جدا في العالم، وهذا بالحقيقة عرف لي ما هي مهنتي وشكلها بشكل ممتاز. وأنا اكتشفت في تلك اللحظة بأن هنالك قيمة، ليس فقط حفظ أو بناء مكتبة كبيرة أو مؤسسة بحث كبيرة مثل هذا، ولكن فعلا أدركت أهمية الحفاظ على هذه المكاتب المكتبة البحثية بما وراء ما تعني حرفيا. هي أمر رائع. هنالك سبب لماذا يكون دائما الباحث الممتاز دائما ما تعامل مع مكتبة ممتازة. أيضا من هذا الأساس البسيط، 60 70 80 90 سنة، لقد ما أمضينا فترة طويلة في بناء مثل هذه المكتبة لكي نفعل ما فعلنا. دكتور، يعني في معرض حديثك ذكرت بأنك بنيت علاقات متينة جدا مع فلاسفة وأساتذة وباحثين على مدى 45 عاما الماضية. ما الذي، وتعتبر أعتقد الوحيد في العالم الآن الذي يعني يتخصص في تأسيس مكتبات، باعتقادك ما الذي تميز به دكتور سايبل حتى يحظى بهذه الثقة، حتى يحظى بهذه العلاقات وتستمر كذلك لمدة 45 عاما؟ وما الذي اكتسبه دكتور سايبل في المقابل من هذه العلاقات؟ That's a complicated question. هذا سؤال معقد بعض الشيء. I think it's really a matter. باعتقادي الأمر هو يعتمد. عندما عملت في نيويورك من 73 وحتى 1976، الشركة التي عملت معها HBO كراوز كانت في الحقيقة شركة تجارة كتب كبيرة، ولكن في نفس الوقت أحدهم أو الجزء الأكبر من الشركة كان مكرسا لبناء مؤسسات البحث وبناء المكاتب. ومن لسوء الحظ الشركة غير موجودة الآن. السيد كراوز توفى في الثمانينات وتوقفت الشركة عن العمل بعد ذلك. كان لدي العديد من الفرص. لقد أتى إلي أو تكلمت معي جامعة تايوان لكي أبني كلية فنون في تايوان وفي تايلاند.
At the same time, وفي نفس الوقت هذا كانت كلها أمور متتالية أدى الأمر لبناء معهد بحث في تايلاند. وفي 1995 أنشأنا عملا رائعا جدا وكان المشروع منجزا في ذلك الوقت، وهذه الكلية أصبحت موجودة وهي مركز للدراسات لدراسة الحضارة الإسلامية. وفي على مدى العشر سنوات التي تلتها لقد بنينا مكاتب عن الكتب والمخطوطات والفنون، لذا كنت مهتما أقل أو أصبحت مهتما أقل في بناء الكتب أو في بيع الكتب بشكل مفرد، بل أردت أن أبني علاقات أكثر وعن طريق بناء مؤسسات سوف تشكل فارقا في العالم. وبصراحة أعتقد أن هذا الأمر الذي اهتممت به أكثر وهو بناء المؤسسات. أنا لا أريد أن أعمل مع أي جامعي كتب مفرد منفردين، هنالك شركات تقوم بهذا العمل، ولكن اهتمامي كان حول تطوير وبناء مؤسسات حيث يكون بها مصادر لكي تحدث فرقا في العالم، لأن هذا هو فعلا يتعدى العمل البسيط الذي نقوم به. وكما في 2010 وتركيزي منذ 2010 أصبح فعلا حيث تقرب لي البروفيسور في جامعة جيجان وهي من أكبر الجامعات التقنية العلمية. أراد أن يبني البروفيسور، هو باحث صيني أمريكي، أراد أن يؤسس في الجامعة الصينية متحفا، ليس فقط في الجامعة بل متحفا يستخدم لتدريس الطلاب في الجامعة. لذا الفن أو هذا المتحف هو المتحف الأول الذي تم جمع فيه الفنون غير الصينية، لذا 50% من الأمور في المتحف هي صينية و 50% أمور من خارج الصين. ولبناء مكتبة تضم باحثين والطلاب. عندما بدأت هذا المشروع كانت هذه أول مصادر غير غربية لكي نجمعها لحكومة الصين. عملت مع مؤسسات حكومية كثيرة، أنا لا أعمل مع المتاحف الخاصة بل فقط مع الحكومة. وفي السنوات التالية لذلك تم طلب منا في بكين وهي من أقدم الأكاديميات للفنون الجميلة أن نقوم ببناء مكتبة للفنون الجميلة. والآن حتى الآن قمت بتأسيس العديد من المشاريع من بكين حتى شانغهاي، بانجو لشيان وجونكينغ والعديد من المدن والعديد من المشاريع أتمناها في تلك المناطق. والأمر الممتع في هذا الأمر هو ما ذكرته سابقا، هذا يعطيني الفرصة لبناء ما قمت به في 1980 من قبل، وهو إحداث فرق ولكي أقوم بوضع مجموعة بحثية سوف تغير الوضع الراهن للأبحاث. وأنا الآن أعتقد أننا حققنا جزءا من ذلك، وكان هذا أمرا جميلا لي أن أقوم به. وأحد الأمور المهمة أيضا التي كانت ممتعة بالنسبة لي، عندما افتتحنا هذه المكاتب لقد قمنا بإنشاء ما يقارب 75 مكتبة على مدى 8 سنوات، لنرى اهتمام الطلاب بهذه المكاتب هو أمر رائع لم أرى مثله من قبل. في حالة واحدة أذكرها، قمنا بتأسيس مكتبة في منطقة في ضاحية لجامعة معينة، وتلك الجامعة حظت بما يقارب 3,000 طلب من حول الصين لكي يستخدموا هذه المكتبة. هي مكتبة متواضعة فعلا ولكن حصلوا على طلبات عديدة من مناطق مختلفة. هذا مثل هذا الموقف هو موقف حيث أحدثنا فرق وهو أمر مهم جدا. دكتور كذلك أيضا يعني دعني أتطرق لمرحلة مهمة ربما في حياتك وهي ولادة ابن حضرتك في عام 1993، وهي أعتقد مرحلة وشكلت مرحلة بحثية جديدة في حياتك من أجل ولادة هذا الابن. لو تحدثنا كيف أحدثت أو أحدث وجود هذا الابن فرق كبير في حياة دكتور سايبل.
في الحقيقة التغير الذي حدث في حياتي أمر واضح وهو وجود الابن فعليا. أنا كبرت في ألمانيا، ما زلت ألمانيا وجنسيتي ما تزال ألمانية رغم عيشي في الولايات المتحدة، وتزوجت بامرأة إيرانية وأتت إلى الولايات المتحدة في 1975 على ما أعتقد، وكانت في جامعة، وحماتي في ذلك الوقت هي من تبريز. في 1993 رزقت بطفل وبدأت أفكر أكثر حول الولايات المتحدة، فيها ثقافات مختلفة، الطلب على الأطفال هو أن ننسى مكان ولادتهم أو أصولهم، فبدأت أن أفكر بكيف أستطيع أن أنقل بعض من ثقافة أمه له، وهو أمر كان معقدا وخاصة في أمريكا والعلاقة بين إيران وأمريكا. وأن أكون بائع كتب بدأت ببناء مكتبة، وبدأ الأمر في الغالب في محاولة الحصول على كتب من القرن 15 والـ16 والـ17 التي توثق تأثير الثقافة أو الحضارة الإسلامية على الغرب. وأحد الأمور التي اهتممت بها كثيرا هو كان النقل أو تحول أو نقل الثقافة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية، وأنا كنت أدرس الفلسفة والعلوم في الجامعة، وكانت تركيز كبائع وجامع للكتب. كنت أحاول بناء المكتبة وبناء هذا التراث لابني، وبالتالي أصبح الأمر بحصولي على مجموعات كبيرة من الفنون، وأغلبها كانت حول الخط والمخطوطات، واستمر مع الأمر بحصولي على رسومات والعديد من الرسومات أو القليل فعليا من الرسومات الإسلامية. وفي نهاية التسعينات كانت زوجتي مديرا لمتحف في إيران، وكانت السلطة الأولى في القرن 19 التي حثتني على البدء في جمع الوثائق الإيرانية، وحصلت على ثاني أو ثالث أكبر مجموعة من الوثائق الإيرانية في العالم، وهذا كان قبل 15 سنة. وبدأت لوقت أو لوقت قصير بدأت زوجتي بجمع الأبحاث أو الفنون وعرضها في المعارض، الشيخ القاسمي هنا توقف معي حول المتحف وأراني العديد من الصور التي أملكها أنا فعلا من قبل، وهذا غير من حياتي بالتأكيد، لأن أرى مثل هذه الأعمال والأطفال في الغالب لا يتبعون مسيرة آبائهم. ابني الآن 25 سنة، وأنا ممتن لقولي ذلك، ودائما ما أخبره، ربما كان يجب علي أن أبيع مجموعة كتب، فدائما ما أخبره لا يجب أن نبقي عليها. فبالتالي هذا مواساة لنفسي على ما أعتقد. دكتور دانيا تطرق كذلك أيضا، تحدثنا ربما كثيرا عن مجموعة الكتب لكن لم نتطرق إلى مجموعة الصور. حضرتك تمتلك ربما أكبر مجموعة من الصور النادرة، وتوثق هذه الصور دائما. حدثني عن أندر مجموعة من الصور التي تمتلكها، وأين تحتفظ بها غالبا؟ هناك فرق كبير بين مجموعتي الخاصة وبين المجموعة المهنية. المجموعة الخاصة دائما ما أبقيها في المنزل، ولدينا أيضا مخزنين أبقي فيها الصور الخاصة، ما يقارب أبقي فيها العديد من المجموعات الصور، ربما 4,000 صورة، 1,200 رسمة فنية، لذا أعتقد أن المجموعة الخاصة كبيرة وأريد مخازن لحفظها. ولكن بشكل مهني لدي مخزن ومكتب 700 قدم مربع، ولدينا صندوق حيث نقوم بمعالجة هذه الصور ووضعها في تصنيف معين،
ولدينا 5 مخازن تقريبا. وبشكل إجمالي في الوقت الحالي ما يقارب 25 مكتبة مختلفة و 400,000 مجلد. الرقم كبير جدا أنا أعلم. وكما قلت على مدى 8 سنوات الماضية قمنا بإنشاء 75 مكتبة خاصة في الصين، وهناك مئات الآلاف من الصور والوثائق، ما يقارب من المكاتب الصغيرة حيث تمتلك 3,000 مجلد إلى المكاتب الكبيرة التي تحتوي على 30,000 مجلد. والمواد تتكلم عن الفنون المعاصرة وفنون أو الهندسة المعمارية والتاريخ وأي شيء كان أو له قيمة تاريخية. ولدينا مجموعات متميزة جدا في هذا الخصوص أو في هذا المجال، ومكاتب أيضا مختصة في العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية، ولدينا مجموعات مهمة جدا. وأعتقد أن هذا أمر غير موجود، ما يقارب 6,000 صورة أو وثيقة، وهي نقل الحضارة الإسلامية للغرب. ونتيجة لذلك التحول أو النقل هنالك ما يقارب 6,000 سنة أو قرون عديدة، حيث تعبر هذه الصور عن الثقافة والحضارة الإسلامية للغرب وأمور خاصة بالعائلة في القرن 16، حيث هنالك مطبعة كانت للعائلة وطبعت على ما يقارب أول 4 كتب في اللغة العربية باللغة العربية بما فيها ابن سينا، وأول نسخة عربية بالرياضي الإغريقي يوكليد، والجغرافي ألبرت ريسين، ومجموعات أخرى هائلة موجودة معنا، وهي مجموعة رائعة جدا. وفي نفس الوقت من نفس المجموعة الكتب لدينا مجموعة في المعمار الهندسة المعمارية الإسلامية، وهي موازية لأهمية المجموعة الأولى التي تحدثنا عنها. المصادر تتكلم عن العالم ما قبل العربي قبل الإسلام، وأول المطبوعات في أوروبا من مصادر إغريقية وعن الرحالة ومن من ألكسندر، والمجموعة وهذه المكتبة تحتوي على مجموعات كبيرة ومهمة. وهذا يعيدني إلى أصولي في أمريكا عندما أتيت في 1971 وقابلت الباحث أتنهاوزن. البروفيسور أتنهاوزن بالنسبة لي كان شخصا لم أعرفه مطلقا من قبل، إلا أن البروفيسور كان شخصا مهما جدا بالنسبة لي. كان هو الشخص، أنا نشأت في ألمانيا من 1938، وهو كان من الباحثين الأوائل في الحضارة الإسلامية، وقام بتأسيس الدراسات الإسلامية في المعمار الإسلامي في الولايات المتحدة، وكان الأستاذ الأول للدراسات المعمارية الإسلامية، وكان الأول في الفنون الإسلامية، وامتلك مجموعات كبيرة، وكان الرئيس الأول لدائرة المتحف المتروبوليتان للفنون الإسلامية، وكان الأستاذ الأول في الجامعة الأمريكية للدراسات الإسلامية، وهذا أمر مهم جدا في الولايات المتحدة. توفى في 1997. زوجته كان متزوجا في الثلاثينات، نشأت في تركيا، هي نمساوية من أصل نمساوي، نشأت في تركيا وكانت مختصة في الأقمشة الإسلامية، توفت منذ سنوات قليلة ماضية، وابنها طلب مني أن أنشئ هذه المكتبة، وكانت من أفضل أو أجمل المكاتب، أجمل من مكتبتي الخاصة أيضا حول الفنون الإسلامية، وفيها العديد من المواد الجميلة. دكتور، يعني أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، لكن للأسف مضطرة أن أختم هذا اللقاء. سؤال أخير قبل أن أختم هذا اللقاء، حضرتك الآن موجود في الشارقة وتحدثت وذكرت في معرض حديثك الحضارة الإسلامية وتأثيرها في العلوم، كيف تقيم اليوم وكيف ترى اهتمام
الشارقة واهتمام سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة بالحفاظ على الموروث الإسلامي وموروث الحضارة الإسلامية، وقد زرت أيضا دارة الدكتور سلطان القاسمي. Well, how much time do I have? كم من الوقت لدي؟ 4 to 5 minutes, let's say. أربعة لخمس دقائق. كنت محظوظا جدا في الحقيقة. أحد الأشخاص الذين قابلته منذ 10 سنوات في ماليزيا هو البروفيسور إدريس، والذي دعاني للقدوم هنا للشارقة. الأستاذ علي مدير الجامعة كان معي رائعا البارحة، وهو شخص أستاذ رائع جدا، ودعاني وكان الأمر فعلا، وكنت ممتنا ومسرورا جدا لألتقي للقائي بسمو الشيخ سلطان، وكان شرفا لي حيث دعاني لمكتبته الخاصة. وكما تعلمين أنا لا أعتقد أنني لا أستطيع أن أعطي أي نصح للشيخ، هو شخص رائع جامع للمجموعات الرائعة جدا فعلا. بداية المنشأة نفسها كانت رائعة. أنا أتيت للشارقة أول مرة في 1998 وزرت أغلب الدول في الشرق الأوسط، ولكن باعتقادي الشارقة مميزة خصوصا بما يتعلق بالأمر بحجمها، إلا أنها أعطت أهمية كبيرة للثقافة والتعليم. إذا ما نظرنا إلى حجم الجامعة والجمال الخلاب في هذه المنطقة، هذا أمر رائع جدا. لا أعتقد أن هنالك أي دولة في الشرق الأوسط لديها أو تركيز كبير جدا على التعليم والثقافة كما هي في الشارقة. وكما اكتشفت منذ 3 سنوات عندما أتيت لأرى المعرض، قام سموه أو هو مسؤول عن العديد من المتاحف، هو عدد كبير في الدولة بالنظر إلى حجم الشارقة. في هذا العالم الصغير الذي أعمل فيه هنالك العديد من الأمور للقيام بها. أحد الأمور التي اكتشفتها في الصين على سبيل المثال هو هنالك مؤسسة سعودية في لندن، وحاولوا أن يدخلوا إلى ما يتعلق بالمخطوطات الإسلامية ونشرها حول العالم أو من حول العالم، وكان أمرا جدير بالملاحظة. الصين أيضا، كنت في النينجا في مقاطعة في شمال الصين منذ أشهر في نوفمبر الماضي، واكتشفت أن هنالك العديد من المجموعات عن مخطوطات إسلامية لم تكن معروفة، العديد من النصوص التي لا تعتبر معروفة في العالم. والأمر المهم في ذلك، هنالك العديد من المجموعات عن الأفلام المصغرة، وهي عبارة عن نصوص تشكل محتوى، وهي ليست أمر فعلا مهم لموضوع التعليم، ولكن أهميتها تكمن في أنه من المهم جدا المحافظة على المخطوطات والاعتناء بها. هنالك الحضارة الإسلامية من إسبانيا وحتى إندونيسيا، هنا أعتقد أن هنالك العديد من النسخ والعديد من الطبع الموجودة والتي قد تكون مهمة جدا. هي ليست الكمية المهمة ولكن الجودة هذه المخطوطات، فبالتالي بناء قاعدة مصادر كبيرة. الكم كما قلت أمر غير مهم فعلا، أستطيع أن أعطيك 500,000 كتاب ولكنها قد لا تعني أي شيء، ولكن نريد أن نحظى بمصادر ذات معنى وذات قيمة، فهذا أمر مختلف تماما، وأعتقد أنه معقد جدا. وأعتقد أنكم في مكان رائع كالشارقة ومجلس الحاكم وسعى سموه أيضا، أعتقد أنكم موفقون في ذلك. شكرا لك، تأكيد حظيت بشرف اليوم الحديث معك الدكتور إلمر صايب، المؤسس مكتبات متخصصة بالحضارة الإسلامية وكذلك أيضا العلوم والفنون. كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم في الشارقة. شكرا.